لكم بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا مع بعض قالب الكفتة أو الكفتة في القالب، طعمها هيعجبكم جدا، جربوها. هي بتستوي، بدأت تغلي جوه لأن الصوص اللي احنا حاطينه صوص الطماطم مع المرق مع الزبدة خلاها دلوقتي من جواها بتستوي وبتغلي، عشان لو حابين تاخدوا شوية صوص جنبها هتلاقوه جاهز يعني. تعالوا بقى نشوف أكلة صيني حلوة قوي، هي جمبري ولكن جمبري بالأناناس. أول حاجة عندي كيلو الا ربع من الجمبري المتنضف بالديل، كيلو الا ربع من الجمبري المتنضف بالديل، وعدد اثنين بصلة متقطعين شرايح، وعندنا جزرتين متقطعين شرايح، وثلاث سمرات فلفل ألوان، 150 جرام من المشروم الشيتاكي، هوريكم شكله دلوقتي وهو ناشف وهو منقوع وهو متقطع، كمان عندنا معلقتين من الجنزبيل المفروم وخمس شرايح من الأناناس، ونص كوباية من عصير الأناناس، معلقتين صويا صوص ومعلقة زيت سمسم، ربع كوباية كاتشب ومعلقة من السكر البني وكوباية مرق ومعلقتين كورن فلاور. خلاص؟ هقول تاني. عندنا هنا ثلاث أرباع كيلو من الجمبري، بصلتين متقطعين شرايح وجزرتين وثلاث فلفلات وقرن فلفل حامي. عندي خمس شرايح من الأناناس متقطعين و150 جرام من المشروم الشيتاكي، وهنشوفه دلوقتي وهو ناشف أهو. ده بيتباع كده ناشف زي ما هو، لأن الحاجات اللي دايما بتبقى زراعتها صعبة فبيجففوها دايما لأن بتطلع في موسم معين وبعد كده بتتنقع تاني في المية بتبقى بالشكل ده، ولما بتتقطع بتبقى بالشكل ده. أنا حبيت أوريكم الثلاث أشكال. وبعدين عندنا نص كوباية من العصير الأناناس، عندنا كمان معلقتين أو ربع كوباية من الكاتشب، معلقتين زيت سمسم ومعلقتين صويا صوص ومعلقة سكر بني وفصين توم، وعندنا كمان معلقتين من الجنزبيل ومعلقتين من الكورن فلاور أو النشا وكوباية مرق. هنقدمه مع فرايد رايز. فرايد رايز ممكن تكتبوه وممكن تفتكروه، يعني أنا مش كاتبه بس ممكن نكتبه دلوقتي بسرعة. هو عبارة عن نص كيلو من الرز البسمتي مسلوق، نص كيلو من الرز البسمتي لسه سخن اهو، عندي ربع كيلو من الجمبري المتقطع قطع صغيره، معلقتين جنزبيل، معلقه زيت سمسم، بصلايه نص كوبايه من البسله، وجزرايه متقطعه مكعبات، ومعلقتين من الكزبره الخضراء، واخيرا عدد اثنين بيضه. تاني المقادير، نص كيلو من الرز البسمتي المسلوق، عندنا جزرايه متقطعه مفرومه صغيره، وربع كيلو من الجمبري متقطع صغير، عدد اثنين بيضه، وبصلايه، وحوالي نص كوبايه من البسله، ومعلقه زيت سمسم، ومعلقتين جنزبيل، واخيرا معلقتين من الكزبره الخضراء. احنا هنعمل كل ده الاول وبعد كده نعمل الرز لوحده. اول حاجه هنعملها ايه؟ هناخد الجمبري وفي نفس الوقت هناخد الخضار. هناخد معلقه من الزيت على الطاسه السخنه، ونروح نحط الخضار بتاعنا، بصل وجزر اولا. ليه بصل وجزر اولا؟ لانهم بياخدوا وقت اطول سنه. بعد ما نحطهم كده هنجيب اهو نقلبهم كده تقليبه يتبلوا، بعد كده ننزل الفلفل عادي والفلفل الحامي. يبقى انا حطيت كل الخضروات هنا اهو، وهنقلب تقليبه ونروح على الطاسه الثانيه. الطاسه الثانيه هنحط برده شويه زيت صغيرين، طبعا في زيت سمسم. هتقول لي ما حطيتوش ليه؟ لا انا بحطه في الاخر عشان يديني النكهه، زيت السمسم بنحطه دايما في الاخر علشان يديني النكهه. هنا بقى هناخد ايه؟ هناخد في الطاسه الثانيه بالراحه كده الاناناس اهو، واحده سليمه ودول متقطعين. انا عايزه يبقى جريل يعني لونه محمر شويه، فهنحطه كده في الزيت لغايه ما يديني اللون. طبعا ما حطيناش لسه الجمبري، الجمبري اخر حاجه هنضيفها، بياخد بالظبط ثواني معدوده. ادي الاناناس بتاعنا متقطع وحطينا شريحه لوحدها، انا ممكن اخدها لوحدها على شوايه تاخد وقتها براحتها، و عشان ده يعني هيلون سريعا. شايفين الاناناس اول ما هيلون معايا، وعندي الخضار اهو بدا يلون. كده خلاص الخضار، شويه ملح صغيرين ونقلبه تقليبه. خلاص انا مش عايز ازوده اكتر من كده، عايز الخضار يبقى الدنتي الدنتي كده. الدنتي دي بالايطالي يعني بيقرمش بيتكسر، بنحس كده زي المكرونه عاده اما بنيجي نسويها كلنا، بنسلق المكرونه ونسيبها شويه او نغسلها بالميه
لما نيجي نقدمها بتلاقوها كلها لازقه ببعضها. ليه؟ لانها استوت اكتر من اللازم. لكن احنا لما لو اتعملت ايطالي صح هتاخد وقتها اللي هم من 8 ل 9 دقائق، هيبقى فيها من جواها شعره صغيره كده تحس ان هي نيه، اول ما بتتحط على الصوص بتاعها بتتشرب بيه، بتستوي الشعره دي، تلاقوا المكرونه واقفه سليمه عدله مش ملزوقه ببعضها كده. زي ما انتم شايفين الاناناس خد اللون اللي انا عايزه، لون معايا. نيجي بقى نحط هنا، نصفي شويه العصير بتاع المشروم ده على جنب وناخده هنا. ده المشروم اللي هو اسمه المشروم شيتاك، موجود في الاماكن اللي بيبيعوا حاجات الاكل الصيني في الماركت الكبير. ده توم، والجنزبيل، والسكر البني. كل ده برضو لسه ما دخلناش عند الجمبري خالص خالص. ده احنا كده شغالين في عدة حاجات مع بعض. حطينا الاناناس، حطينا المشروم، المشروم اصلا منقوع في الميه، والاناناس خد اللون اللي انا عايزه او يعني نشف شويه من ميته. وبعدين هنبدا نحط بقى بقيه المكونات بتاعتي. ناخد الجمبري على طول اهو بقى كده واحنا مطمئنين، لان اللي جاي ده مش هياخد ثواني في الشغل اهو كده. وبعدين نديله بقى شويه ملح كده صغيرين، لان الصويا نفسها فيها نسبه ملح، الصويا فيها نسبه من الملح. عايز اقول لكم ملحوظه بقى، في الاكل الصيني بالذات بتلاقوا كميه الخضروات تضاعف كميه البروتين مره واتنين. يعني هتلاقوا ان الجمبري هنا لو كان كيلو الا ربع، فانا عندي كميه من الخضروات تعمل لها حوالي يمكن كيلو ونص او اكتر. يبقى انا كده خدت معايا خضروات كتير جدا، وخدت برضو البروتين اللي انا عايزه. احنا عندنا بقى في مصر وفي العرب العكس، كميه البروتين اكتر كتير جدا من الخضروات. كده نحط الصويا، نحط الكاتشب، نحط عصير الاناناس عشان يعادل معايا مع السكر البني، واخيرا هنا المرق. ما عدا شويه، ليه شويه دول؟ هعمل بيهم الكورن فلاور بتاعنا عشان نعمل ماده الربط. يعني ايه ماده الربط؟ يعني ناخد كده الكورن فلاور اهو، نحط عليه شويه من المرق. طب المرق ده لونه بقى بيج كده ليه؟ اقول لكم ليه، لان انا عملت حطيت عليه الميه اللي انا كنت ناقع فيها المشروم عشان ياخد ريحه المشروم. انا ما بسيبلكوش اي ملحوظه بتفكروا فيها غير اما بجاوبكم عليها دلوقتي على طول قدامكم. كده يا استاذه ناردين قلبنا النشا. اهلا بك، اهلا بك يا استاذه ناردين. ازيك يا شيف، عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس وبخير، طول ما انتم بخير. الحمد لله، انت ايه اخبارك؟ انا بخير والله، نحمد ربنا. احنا بنشكرك بجد كتير قوي يا شيف على يعني على الحلقات بتاعتك الجميله دي، وعلى هدوء حضرتك وانت معانا على الهواء مباشره كده. ربنا يخليك، ربنا يكرمك بجد. يعني بجد قناه جميله جدا، انا تاني مره اتفرج عليك بس بصراحه ايه يعني ده بس؟ اقتنعت بيك جدا. تاني مره بس؟ تاني مره أنا بس. انا كده زعلان. لا لا مش بس زعلان، ما تزعلش. انا هرد عليكي يا استاذه ناردين. يا شيف بجد على الهواء، انا واثق، انا واثق ان انت مش هتبطلي فرجه بقى، يعني هتتفرجي على طول ان شاء الله. استاذه ناردين ليكي سؤال. ربنا يخليك لينا يا شيف، ونتعرف على الاكلات الجديده ديت يا رب على طول دايما. مالكيش اي سؤال في المطبخ، انت بتطبخي كويس؟ ميرسي يا رب يخليك يا شيف. ربنا يخليك. انا طبعا بقول لحضرتك اتفضلي اتفضلي سامعك. كنت عايزه اسالك بس على الفراخ المشويه اللي هي بتبقى قطعه صغنطوطه دي اللي بشويها على الفحم. حاضر. بعملها تملي بتبقى نيه معايا وبتتحرق على طول. عينيا. حاضر. حاجه ثانيه؟ تحت امرك. الله يخليك، بشكرك على اتصالك، وطبعا انا سعيد بانك تابعت البرنامج ودي تاني مره واتصلت بينا بعد تاني مره. الفكره اللي فرحتني انا واسعدتني ان هي تاني مره تتفرج عليا، فاتصلت بيا بعد تاني مره. لو هي اتفرجت مثلا بقالها سنين ولسه قايمه تتفرج ممكن تكون كسوله شويه، معلش، لكن انا بتكلم ان بسرعه لفت نظرها الموضوع فاتصلت. ده شرف ليا طبعا، الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله تبقى من المتابعين دايما للبرنامج. كده الصوص بتاعي بيغلي، الجمبري كده دخل في السوى، ممكن احط بقى الكورن فلاور او ماده الربط وانا شغال بقلب اهو. ما نحطش كل الكميه، ليه؟ لان لو حطيت كل الكميه ممكن يتقل معايا، انا مش عايزه، انا حسب الكثافه اللي انا عايزها. يعني ايه؟ يعني حسب كثافه الصوص، انا شايفه كده بقى اما يغلي هيبقى الكثافه بتاعته او التقل بتاعه كويس،
يبقى خلاص مش عايز ازود له تاني. حسيت انه خفيف شويه في ايديا ان انا ازود شويه تانيين من الكورن فلاور مع المرق اللي انا مدوبه ده. شايفين اللون بتاع الصوص عامل ازاي؟ مش عايز اقول لكم بقى طعمه هيبقى شكله ايه. كمان هنرجع كده نضيف الخضار اللي احنا سويناه عليه ونقلب كله مع بعضه. في نفس الوقت هنجيب هنا طاسه ثانيه عشان نعمل الفرايد رايز. الفرايد رايز شويه من الزيت وبعدين اهو اول ما يسخن معانا. شايفين الصوص عامل ازاي؟ اهو خلاص انا مش محتاج اكتر من كده. هركنه على جنب علشان كده استوى الطبق بتاعي بالشكل ده. وناخد كده على جنب يا مدام اجلال وتعالوا معانا نعمل الفرايد رايز. الفرايد رايز من فضلك يا شيف يسري. نعم اهلا بحضرتك. اهلا بيك. اتفضلي يا فندم. يا شيف يسري انا زعلانه منك قوي. ليه يا فندم بس؟ انا بعزك جدا وبحترمك كمان. جدا. انا كمان. ولكن انت ما سالتش يعني انا مره طلبت من حضرتك بتاع ده الليست يتخلي ازاي ما ردتش عليا. هقول لك حالا 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 وانا بعتذر. وسؤال كمان لو سمحت لي. اتفضلي. لو سمحت لي الفته اللي حضرتك عملتها اللي هي بالمشروم وبالعيش البلدي تجاني لو سمحت لي عايزه اسمحها تاني. حاضر من عينيا وان شاء الله لو المقادير جاهزه هنزلها لك. ودلوقتي هقول لك على الليفت واحنا شغالين بس بعد ما اعمل الفرايد رايز. اول حاجه الزيت السمسم هنحط هنا شويه على الريحه على الجمبري. وبعدين هناخد هنا بقى خدنا معلقه زيت احط اول حاجه البيض ونقلب سريعا. البيض ونقلب سريعا شايفين خلاص استوى البيض. البصل وبعدين الجمبري والجزر زي ما بيعملوا في الصين بالظبط. بتبقوا واقفين تلاقوهم بيحطوا كل الحاجات مع بعض كده طبعا لان كل الميزامبلاس جاهز او كل الحاجات متجهزه. وزي ما قلت لازم تبقى الحاجه بتقرمش يعني كلنا هنقول يا خبر ابيض ده الجزر ني. لا مش ني. البصل ني. لا كله دبل في النار وبس في نفس الوقت طعمه صحي طعمه كمان يتاكل. البسله المسلوقه الحاجه الوحيده اللي لازم تبقى مسلوقه البسله. واخيرا الجنزبيل. وناخد الرز نقلب كله مع بعضه كده ونقوم ضايفين عليه الكزبره الخضراء. ده الطبق ده بيتاخد جانبي جنب اكلات كتير جدا اهو. بعد ما نحط كده اخر حاجه زيت السمسم عشان تبقى ريحته لسه موجوده. مين معانا يا استاذه فريده؟ الو اهلا بيكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكرك على كل حاجه بتعملها. ربنا يخليكي. وانا بقول لك انت يعني انا فخوره انك انت معلمي. شرف ليا بجد حقيقي يعني انت حببتني في المطبخ وبعمل حاجات كتير حلوه جدا انت بتعملها لي. يا رب يخليك يا استاذه. وكل ولادي وجوزي مبسوطين منها جدا. الحمد لله. الحمد لله. متشكره جدا على كل حاجه بتعملها واشكر ذوقك واخلاقك العاليه. الله يخليك يا استاذه فريده. مالكيش سؤال؟ انا كنت عايزه اعرف يا ترى لو ما لقيتش المشروم اللي حضرتك استخدمته ناخد مشروم عادي؟ المشروم العادي. ناخد مشروم عادي. وممكن تعيد لي الكفته اللي فاتت؟ حاضر من عينيا. اشكرك. تحت امرك. بشكرك يا استاذه فريده على كلامك الجميل وعلى ذوقك. هجاوب سريعا على الليفت. بنجيب الليفت نغسله كويس قوي وبعد ما نغسله بنقشره الحتت اللي هي ايه فيها شعر كده شعيرات وبعد كده نقطعه التقطيع اللي انا بحبها. يكون عندي شويه من الملح مع ميه ميه وملح وشويه خل صغيرين جدا. اقوم حاطط الليفت في البطرمان ومغطيه بالميه والملح وشوية الخل. ممكن احط جواه قرن فلفل حامي. ممكن احط معاه واحدة بنجر عشان تلونه تخلي اللون الروز. وبعد كده اقفل عليه ونسيبه لما يستوي وبالهنا والشفاء. طريقة سهلة جدا للفت المخلل. هنغرف بس بعد ما نستاذنكم هناخد فاصل. بالهنا والشفاء اهو. وهنقول بعد كده الحلو بتاعنا. والحلو بتاعنا برضو سهل جدا. هنا الفرايد رايز اللي احنا عملناه مع بعض في دقيقتين ونص ما كملناش دقيقتين ونص. وده الجمبري بالصوص بتاعه زي ما انتم شايفين بالهنا والشفا. تعالوا